الصحفيون لا أماكن آمنة لهم في اليمن. قوانين الحرب الدولية تجرم على أطراف الحرب استهداف الصحفيين، لكن من يقنع ميليشيا الحوثي أن عبد الله القادري ومحمد القدسي ودياب الشاطر صحفيون مدنيون يمنع استهدافهم. مؤخرا انضم القادري لكوكبة شهداء الحقيقة، سبقه القدسي وعبد الله قابل والعيزري والشيباني والزبيري، بالإضافة إلى الصحفي محمد العبسي الذي لم تكشف تفاصيل اغتياله حتى الآن. كل هؤلاء ضحايا إعلاميون سقطوا منذ اندلاع الحرب في 21 من سبتمبر 2014 إبان انقلاب الحوثيين. هنا في ميسرة جبهة صرواح حيث تروح عبد الله القادري شاهد الحقيقة وشهيدها، الأصيل الذي تعرفه كل مأرب، ترابها قبل سكانها ومتارسها قبل صحارها. رحل عبد الله في قصف استهدفه هو ومجموعة من الصحفيين كانوا في طريقهم لتغطية الأحداث في محافظة البيضاء. وجوار عبد الله أصيب الزملاء دياب الشاطر وخليل الطويل وسليمان النواب وغيرهم ممن كتبت لهم النجاة بصورة لم يستوعبوها بعد أن بدأت ميليشيات الحوثي تطلب بصواريخ الكاتيوشا والمقذوفات إلى الخطوط الأمامية. اليوم تبدو مهنة الصحافة الميدانية في اليمن مجازفة حقيقية بالحياة، فلا حرمة للعاملين فيها من قبل أطراف الحرب، بينما تكتفي النقابات والمنظمات المحلية والدولية بإصدار بيانات استنكارية والحكومة ببعث برقيات تعزية لا غير. إذن لا تحركات دولية ولا حكومية لحماية الصحفيين في اليمن قبل الموت، ولا إجراءات قانونية لملاحقة القتلة أو تخليد وطني لهذه الأسماء التي بذلت دماءها في سبيل الحقيقة يوما ما. توالت برقيات العزاء الرسمية برحيل عبد الله، لكن الحزن الذي خيم على الناس كان أبلغ تأثيرا من فراق المدينة أحد أبر أبنائها.